filming us. Yeah.
تمام وصحتك سليمة. كل شيء كل ما طول ما الأمور ماشية تمام ما بتحسش إن في مشكلة. تحس بالمشكلة لو العربية عطلت أو أنت عندك جاتلك حاجة صحية. في الحالة دي تحس بالمشكلة ولذلك مفيش حد بيجي من هنا. اللي أنت شايفاهم دول لو جه مرة مش هيجي التانية. فاميلي دولار. ها؟ مكتوب عليها فاميلي دولار. بعدها؟ التريلر بتاع فاميلي دولار والسوق بتاع السويفت وانت شفتيه قبل ما اعدي دي حاجه اسمها ديديكيتد. ديديكيتد يعني هو متخصص شركه السويفت عطيانه كم محل يخدمه. وهنا السرعه نزلت معناها انك انت دخلت في المنطقه السكانيه. كم عربية كم منهم هنا كده هتخش المدينة بقى. مش مدينة يعني كم كشك كده وكم مزرعة هيقول لك الاسم. يفكرك يقول لك ان انت على ارتفاع 3600 على كده
هذا الحلم ده. بس الحلم ما بيطولش ده. الناس دي كمان ما بيبقاش واقعي. Thank you.